مشاهدينا، وللحديث باستفاضة عن التطورات في أوكرانيا على الصعيد العسكري وكذلك السياسي، معنا من ريجينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ منتصر البلبل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. روسيا تعلن السيطرة بشكل كامل على مدينة باخموت، وزيلينسكي يقول أن باخموت ستبقى في القلب. ماذا يعني هذا الفقدان للأوكرانيين؟ طبعا لا نستطيع أن نقول أنه فقدان، هناك إعلام مغرض تبثه روسيا وقد صرح فيه وقد قام بالرد عليه على قائد فانغر وبريغوموز أنه لم يستطع أن يسيطر على باخموت، وهذا هو كله كذب، كذب روسي، لأن هناك بقي ساحة الطائرة موجودة بيد الجيش الأوكراني، بعض المناصع والبنية التحتية الموجودة في باخموت، كمان هناك بعض البنية موجودة في باخموت، غير هذا وذلك أن هناك عملية أصبحت عملية تطويق تكتيكي للقوات الأوكرانية لباخموت. فخطة بريغوجين هي عملية الانسحاب بشرف، عملية الهروب أو الانسحاب بشرف حتى لا يقولوا أنه خسر في باخموت. ولكن حسب التوقعات، حسب ما أعلم، القوات الروس الأوكرانية أو الجيش الأوكراني لن يعطي مجال لمرتزقة فانغر وقوات فانغر وبريغوجين أن ينسحب بهذه السهولة، إلا في حالة واحدة فقط، عندما يكون له لديه هناك خسائر فادحة جدا، وهذا متوقع جدا. فلا نستطيع أن نقول أن باخموت ذهبت، هناك قسم بقي يقاوم وهناك قسم، وهناك عملية تطويق كاملة. فما يبثه الإعلام الروسي، نحن تعودنا على كذب الإعلام الروسي أنه يبث من شهرين ومن 3 أشهر قالوا باخموت سقطت، من 3 أشهر باخموت سقطت، وكذلك بريغوجين يعني تحدث مئات المرات أن باخموت أصبحت بيدنا وأصبحتنا، ولحد الآن لا يوجد هذا. وهذا كله حرب، هذا كله إعلام للداخل لرفع معنويات الداخل الروسي ورفع معنويات الشعب الروسي التي بدأت منهارة تماما بعد هذه 8 أو 9 أشهر وما يقارب 100,000 قتيل في باخموت فقط لمرتزقة فانغر والجيش الروسي. طيب، هنا هل يتحمل حلفاء أوكرانيا هذه النتيجة، يعني خسارة باخموت، أم أن ما جرى كان متوقعا ومحسوبا قبل فترة؟ طبعا لحد الآن نكرر، باخموت لم يخسرها الجيش الأوكراني حتى نقول أنه خسرها. نعم. ولكن ما أكبر دليل على هذا ما استقبال الرئيس الأوكراني في دول السبعة وصوره بجانب القيادات الكبرى للعالم، القيادات السبعة للعالم، ولقائه معهم، وهذا دليل أنه هناك دعم كبير جدا وهائل ولن يتوقف لأوكرانيا والجيش الأوكراني. وهذا أكبر دليل. الآن بدأت عملية تدريب الطيارين الأوكراني على F-16. نعم. والتي أرعبت موسكو، والآن هي في حدود الشهر أو بشهر 9 وسوف تتواجد، سوف يكونوا جاهزين لحماية السماء الأوكرانية من خلال ما نسميه، نحن نسميه أنه أصبحت المجموعات، هناك كانت مجموعة للدبابات، الآن مجموعة للطائرات من دول متعددة من بيناتهم الدول الكبرى لدعم أوكرانيا بطائرات F-16 الحديثة. هنا ما الذي تمثله مدينة باخموت بالنسبة للطرفين الروسي والأوكراني حتى يتم هذا اللغط عليها؟ روسيا تقول نسيطر بشكل كامل، وحضرتك تقول إلى الآن لم يتم السيطرة. ما الذي تمثله باخموت؟ باخموت بالنسبة للروس وبالنسبة لفانغر هي عملية، هي ليست عسكرية، يعني هي ليست فوز عسكري وإنما فوز سياسي، رفع معنويات للجيش الروسي. نعم. رفع معنويات للشعب الروسي أنه أخذنا باخموت، وهذه التي تسمى ستالينغراد، وهذا هو ما يسعى ليه. أما بالنسبة لباخموت، باخموت هي خط الدفاع للجيش الأوكراني، تعتبر هي منطقة دفاعية محصنة يجب الدفاع عنها والاستماتة بها حتى بآخر يعني آخر نمط. لن يسلم الأوكران باخموت لأنها أصبحت رمزا أوكرانيا ضخما بالنسبة لباخموت. باخموت أصبحت رمزا للشعب الأوكراني، فالدفاع عنها واجب وحمايتها واجب. وأتوقع في الأيام المقبلة، الأيام القادمة، هناك مفاجآت سوف تكون للجيش الأوكراني بعد استيلائه على التلال العالية التي تطل على باخموت، وهذا ما أعلنه الجيش الأوكراني وباعتراف بعض الدوائر الإعلامية أن فعلا الجيش الأوكراني طوق تكتيكيا ووصل إلى
مرتفعات التي انسحب منها الجيش الروسي نعم. في ضواحي بخموت. هنا أيضا في الإعلان الذي صدر عن قمة دول السبع في هيروشيما في اليابان، صدر هذا الإعلان وكان فيه يعني دعم لأوكرانيا، هل تكفي هذه أو يكفي هذا الإعلان لدعم أوكرانيا أم أن هناك إجراءات عملية يجب أن تتخذ لمحاسبة روسيا؟ طبعا لمحاسبة روسيا طبعا جاءت من خلال عقوبات فرضتها على اليابان، وعقوبات سوف تفرضها على أمريكا والاتحاد الأوروبي، وعقوبات أصبحت لإغلاق أي ثغرة اللي تتهرب منها روسيا من العقوبات. هذا أول شيء قامت فيه. وثانيا أعطت إشارة إلى روسيا أن الدول الكبرى تقف وراء أوكرانيا، الدول الكبرى العظمى من بينها الهند وفنزويلا، الهند وإندونيسيا أيضا حضروا هذا الاجتماع الكبير، يعني بالإضافة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة للدول السبعة. وهناك لم يكن فقط عملية دعم، وإنما عملية أن الرئيس الأوكراني عرض أو وضع بين الدول الكبرى، وهي عملية المبادرة السلام الأوكرانية التي يجب تطبيق العشر بنود التي موجودة فيها، تطبيقها بشكل كامل حتى يحصل الشعب الأوكراني على كامل العدالة والقصاص من قاموا بالجريمة والإجرام في أوكرانيا. هنا في حال صدقت روسيا في سيطرتها بصورة كاملة على بخموت والتي كانت تعتبرها معركة حياة أو موت، يعني ما الذي ننتظره بالأيام المقبلة؟ هل ممكن أن نشهد تغيير أو تقدم على محاور عديدة في حال أنه كانت روسيا فعلا مسيطرة؟ لا، بعد الدراسات وبعد التحليل وبعد طبعا من خلال المخابرات البريطانية والمخابرات العالمية والمخابرات، خسائر روسيا فادحة، القوة النخبة الروسية التي كانت تتباهى فيها خسارتها في أول الأيام الحرب انتهت. الآن يقوم بدفع عملية السجناء إلى الخطوط الأمامية، وهي عملية كما يقولون فرامة اللحم الأكثر والأقل. القوة الضاربة حاليا في الجيش الروسي هي فقط مرتزقة فانغر لا أكثر ولا أقل، ومن خلاله يرفضونه. مرتزقة فانغر أصبحوا في وضع جدا حرج، لأنه إذا قام الجيش الأوكراني بالتطويق هناك عملية كاملة لإبادة كاملة لمرتزقة فانغر إذا سيطروا عليهم. وهناك وعد كامل من قيادة الجيش الأوكراني، الجنرال سيريكس الموجود في يقود القوات الأوكرانية في بخموتا، بأنه لن يسمح للمرتزقة فانغر وبريجوجيف الانسحاب بسهولة من بخموتا. هناك عملية، هذا كله دليل إعلامي وخاص، حيث قال بريجوجيف أنه في 25 مايو سوف ينسحب من بخموتا ويسلمها للجيش الروسي. أين هو الجيش الروسي؟ لا يوجد هناك جيش روسي أبدا، كل ما موجود في هناك مرتزقة. إذا انسحب، هي عملية تمهيدية لعملية الانسحاب، أو حتى لا يقولوا أنهم خسروا بخموتا وأنهم سحبوا، هو عملية تكتيكية فقط للانسحاب لكي يستطيع المحافظة على ما تبقى من قوات فانغر أو ما طيب هنا أيضا هل ترى أنه بعيدا عن الواقع العسكري السياسي اللي نتكلم، هل تعتقد أن الغرب بات يميل أكثر للمصالحة والتوفيق ما بين أوكرانيا وروسيا؟ ما الذي تمتلكه كيف من أوراق حتى تضغط؟ لا أستطيع أن أقول أن تميل، على العكس هناك دعم قوي. لا ننكر هناك بعض الأصوات من الأوروبية من الهاي تريد فعلا، لأنه أصبحت اقتصاداتها تتزعزع، ولكن بشكل عام الدول الكبرى والمجتمعات الكبرى التي كانت في البداية مع أوكرانيا وإلى الآن هي تدعم أوكرانيا كاملة في استعادة أراضيها وحقوقها كاملة، وصرح فيها المستشار الألماني والرئيس الفرنسي والكندي وكل الرؤساء الدول، حتى يعني صرح بشكل مباشر رئيس المستشار الألماني أنه أوكرانيا يجب عليها استعادة جميع أراضيها حتى جزيرة القرم. وهذا تصميم أوروبي وتصميم عالمي على أن أوكرانيا يجب أن تحصل على حقها واستعادة أراضيها ثم تبدأ عملية السلام. أما أن الآن يقول الرئيس الأوكراني لا مجال لمن نتحدث، لا يوجد أحد نتحدث معه حاليا، يعني لا يوجد هناك أي أحد نتحدث معه. عند استعادة أراضينا يمكن أن يكون هناك جلوس لمبادرة ومناقشة ما بعد الحدود الأوكرانية الروسية. طيب يعني الوقت طال، يعني سنة وثلاثة شهور من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا ولا زالت السيناريوهات مجهولة، إلى أين ممكن أن يتصل أو يصل الصراع
في أوكرانيا بعدما أصبحت المشاهد مبهمة للجميع؟ طبعا الهدف الرئيسي للقوات الأوكرانية أو للجيش الأوكراني أو القيادة السياسية الأوكرانية هي استعادة أراضيها، ولا رجعت عن هذا، ولا رجعت، هناك تصميم مباشر لاستعادة أراضيها، وهناك دعم مباشر من الغرب ودعم مباشر من أمريكا لاستعادة أراضيها. المشهد مفهم لماذا؟ لأنه هناك انتظار كبير لما ستقوم به أوكرانيا في المستقبل، وهي العملية المعاكسة أو الهجوم المضاد. صرح فيه الرئيس الأوكراني بشكل مباشر عندما سألوه كيف متى سوف يبدأ الهجوم المضاد أو ما هو نتائجه، قال لهم بصراحة هاي سوف تشعر فيه روسيا وموسكو عندما يحين. يعني كل هذا مجهز، فروسيا تحاول من خلال الصواريخ على كييف، الضغط على كييف بكميات كبيرة من الصواريخ، تحاول أن تدفع عن نفسها الهجوم المضاد الذي سوف يقوم الأوكراني، لأنها على قناعة كاملة أن الهجوم سيكون قويا وكبيرا وقد يؤثر عليها بشكل مباشر وقد يأتي بهزيمة مباشرة. مع أنه الآن يعترفون في روسيا وكبار الساسة والقيادات السياسية الروسية أن روسيا قد خسرت الحرب في أوكرانيا، هذا اعتراف مباشر لهم على القنوات، ولكن لا يمكنهم أن يظهروا هذا بشكل مباشر أن روسيا انهزمت بأوكرانيا. هل ممكن أن تلعب روسيا آخر كارت لها الأسلحة النووية؟ لا لن تستطيع روسيا استخدام السلاح النووي لسببين، وأنا تكررتهم في أكثر من قناة وقلتها في أكثر من قناة وأكررها على قناتكم الكريمة. روسيا لن تستطيع سلاح، لأنه هذا سلاح هجوم استراتيجي دفاعي وليس هجومي، هو سلاح دفاعي، وهناك تحذيرات من أمريكا جاءت مباشرة للرئيس الروسي بوتين وللقيادات. عندما صرح الرئيس الأوكراني قال في حال استخدام روسيا للسلاح النووي باتجاه كييف لن يكون هناك موسكو، لن يكون هناك بوتين ولن يكون هناك موسكو، وهذا تحذير مباشر، وهي رسالة مباشرة بعثها ليس الرئيس زيلينسكي بعثها وإنما بعثوها القيادات الأخرى. لذلك بالنسبة للسلاح النووي هناك خط أحمر، حتى من الصين، حتى من الدول التي تدعم روسيا هناك خط أحمر بالنسبة لاستخدام السلاح النووي، ولن يسمحوا لروسيا باستخدام السلاح النووي. هذا قرار اتخذ على مستوى دولي ومفرغ، وحتى الصين أعطت تحذيرات مباشرة لبوتين بأن السلاح النووي هو خط أحمر لن يستطيع أحد استخدامه، لأنهم لا يريدون هذا استخدام هذا السلاح وتوسيع الأمور أكثر حتى تشمل الحرب النووية. وبوتين عندما يتحدث ورئيس الأمن القومي يتحدث، هذا كله فقاعات صابون أو فقاعات هوائية فقط لعملية تهدئة الشعب الروسي الذي بدأ يثور فعلا وبدأ يتنفر من خلال الخسائر الكبيرة. الآن ليس له خسائر كبيرة حتى، لم يأتي. عفوا، نشكركم الشكر الجزيل، وشكرا عفوا لضيق الوقت من ريجينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ منتصر البلبل، شكرا جزيلا. أهلا بكم.